خلال احتفالية عيد العمال، الرئيس السيسي يوجه بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة. منسق الحوار الوطني يعلن أن الجلسة الافتتاحية للحوار ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة. تجدد القتال في الخرطوم، والأمم المتحدة تحذر من احتمال فرار أكثر من 800,000 شخص حال استمرار المعارك. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة من قناة النيل من القاهرة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد العمال من مصنع الشرقية للسكر عدة قرارات في ضوء اهتمام الدولة بالعمال وتحسين أوضاعهم، حيث وجه بإصدار شهادة تأمين على الحياة والإصابات للعمالة غير المنتظمة. كما وجه الرئيس بصرف إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. يظل الأول من مايو من كل عام يوما للاحتفال بعمال مصر ومناسبة لتقديم الشكر والتقدير لكل عامل بذل الجهد والعرق لتبقى صروح الصناعة والإنتاج مصدرا من مصادر الدخل القومي وشريانا هاما من شرايين التنمية. لذا كان الاحتفال هذا العام من داخل إحدى قلاع الصناعة المصرية العريقة، مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة، بجانب أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الشخصيات العامة والنقابيين. عاملات وعمال مصر الأوفياء، لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم، دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور. فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل، تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح. وبهذه المناسبة فقد أصدر الرئيس السيسي عدة قرارات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال وتوسيع قاعدة البرامج الحمائية الاجتماعية لهم، من بينها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة. إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. البدء بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء أو فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة. التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا اللي هي 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل. وأشار الرئيس إلى عدد من الأزمات العالمية التي عصفت باقتصادات دول العالم كافة ومن بينها مصر، مؤكدا أن وحدة المصريين تظل أبدا حائط الصد الأول لمواجهة هذه الأزمات والتحديات. وجاءت الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية لتضيف المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العديد من دول العالم خاصة الدول النامية ومن بينها مصر. قبل ما اسيب النقطة دي كلمة هقولها لكم ما بتتغيرش، مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة في المنطقة عندنا
أو اللي موجودة في العالم كله مهما كانت. شوفوا، طول ما احنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معنا حاجة. وشهد الرئيس السيسي عبر شبكة الفيديو كونفرنس افتتاح 5 مشروعات صناعية جديدة ضمن مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية، ليؤكد استعداد الدولة لمساندة الشركات لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية للوصول إلى مكون محلي كامل أو شبه كامل. إزاي معاك أرفع نسبة المكون المحلي ل 89%؟ أنا مستعد إن إحنا كدولة نساعد معاك في هذا الأمر الدكتور مصطفى، وطبعا انتوا عارفين اللي شغالين في المجال وازاي ممكن نوصل للنسبة دي في اسرع وقت ممكن. من جانبه اشار وزير القوى العاملة الى التزام الدولة بدعم قطاع الصناعة والعمل على دفع عجلة الانتاج والاهتمام بتحسين الظروف المعيشية والعملية للعمال. ان وزارة القوى العاملة تنفذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية وبشكل علمي، قائم على حصر ورصد تلك الملفات والتعامل معها، وهي تعي جيدا هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة. فمنذ أن تشرفت بتلك المسؤولية وضعنا كافة هذه التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع كافة الشركاء الاجتماعيين. كما أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على جهود الدولة خلال السنوات الماضية في كل قطاعات التنمية بما يضمن استمرار عجلة الانتاج والتخفيف من حدة التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على قطاع الصناعة المحلية. سيادة الرئيس، باسم جماهير العمال نحلم معكم بمعاشات تساوي آخر أجر لمن أفنى حياته وشبابه في العمل حتى يستطيع مواجهة أعباء الحياة وبتوجيهات سيادتكم تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وكذلك التأمين الصحي الشامل الذي يضمن علاج جميع طوائف الشعب. نحلم معكم بربط كل الجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة والزراعة والمعاهد ومدارس التعليم الصناعي والزراعي في كل أنحاء الجمهورية بمصانعنا ومشروعاتنا في القطاعين العام والخاص حتى يرتبط التعليم باحتياجات العمل الحقيقية. كان الرئيس السيسي قد كرم خلال الاحتفالية عددا من النماذج المشرفة والملهمة من عمال مصر بمنحهم أوسمة العمل من الطبقات الأولى والثانية والثالثة، تأكيدا على دعم الدولة لكل عامل اجتهد وأخلص في عمله. وقد أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية داخل مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة، استمع خلالها لشرح مفصل عن مكونات المصنع الذي يضم 4 خطوط للتعبئة بإجمالي طاقة إنتاجية تقدر ب2000 طن يوميا. على رشوان النيل. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن العمال هم المحور الحقيقي للتنمية والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطور وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن.
وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: تحية لكل عمال مصر في عيدهم، فالأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقي للتنمية والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل المواطنين. أعلن المنسق العام للحوار الوطني المصري ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية للحوار المقررة الأربعاء ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، وذلك استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار. كما أوضح أن حضور الإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة الالتزام بالانتقال الكامل للوزارات والجهات للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الحرص على التأكد من الجاهزية التامة لتحقيق الهدف المنشود من هذه الخطوة لتمثل نقلة نوعية في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك في اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية، حيث وجه مدبولي بسرعة صرف بدل الانتقال بواقع 100% للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن جميع الجهات المعنية في الدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث في السودان في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان. جاء ذلك في اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان. كما أكد مدبولي أن توجيهات الرئيس السيسي لجميع جهات الدولة تعطي الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير كل ما يلزم من خدمات على المعابر البرية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها حفاظا على مقدرات هذا البلد الشقيق. وميدانيا، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم غارات جوية وانفجارات رغم هدنة جديدة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع. يأتي هذا بينما حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أكثر من 800,000 شخص قد يفروا من السودان جراء القتال. جوي الغارات الجوية والانفجارات يخرق هدنة وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان، رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أنها باتت على شفا كارثة إنسانية بسبب الحرب الجارية. فبعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دخلو حمدتي موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار، لكن الهدنة الأخيرة كما سابقتها كانت هشة، خاصة في العاصمة الخرطوم التي يسعى الطرفان لبسط السيطرة عليها بشكل كامل. ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف إطلاق النار تهدف إلى ضمان أمن طرق الإجلاء للرعايا الأجانب والسماح بمواصلة الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لجمع طرفي الصراع حول مائدة المفاوضات. على جانب آخر، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أكثر من 800,000 شخص قد يفرون من السودان بحثا عن الأمان إذا لم يتوقف العنف. بدوره قال رئيس الوكالة الإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث إن الوضع الإنساني يقترب من نقطة لا عودة، حيث كان ثلث سكان السودان يعانون من الجوع قبل الحرب، ولذا قرر برنامج الأغذية العالمي استئناف أنشطته بشكل فوري بعد تعليقها مؤقتا. وأدت المعارك إلى موجات من النزوح الداخلي والخارجي بلغت حسب تقديرات الأمم المتحدة نحو 75,000 شخص إلى مناطق أخرى في داخل السودان،
في حين عبر نحو 20,000 آخرين نحو تشاد وعدة آلاف نحو مصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان. ويستأنف اليوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أعمال دورته غير العادية برئاسة مصر لمناقشة تطورات الموقف في السودان. كان رئيس الدورة الحالية ومندوب مصر لدى جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى قد ثمن الجهد العربي الكبير الذي شهدته الأيام الماضية في محاولة لاحتواء الأزمة. إننا نؤكد من هنا باسم رئاسة المجلس على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للعنف وإتاحة الفرصة كاملة لنجاح جهود التسوية وجعلها تؤتي ثمارها في القريب العاجل. ونحذر من هنا باسم رئاسة المجلس من أن المساس للمدنيين بالسودان واستهداف منشآتهم لا سيما الطبية منها هو أمر خطير للغاية ويمثل انتهاكا واضحا وساترا للقانون الدولي. ومن جانبه أكد نائب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية عبيد الدندراوي أن مصر طرحت سلسلة خطوات تتحرك من خلالها القاهرة نحو عودة الأمن والاستقرار للسودان. تطرح مصر مشروع قرار يبني على البيان 252 ضمن سلسلة خطوات متلاحقة ومتصاعدة تتحرك من خلالها مصر بشكل منسق على مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية والثنائية هدفها المجمع عودة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وحقن دماء شعبه الشقيق. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين مساء الاثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب بشمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم. أطلقت فيها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق. أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة حلب وأسقطت عددا من صواريخه. ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري سوري أن العدو الإسرائيلي استهدف محيط مطار حلب ومعامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، بينما تصدت الدفاعات الجوية السورية لذلك العدوان وأسقطت عددا من الصواريخ. اتفق وزراء خارجية سوريا ومصر والسعودية والأردن والعراق على تشكيل فريق من الخبراء لوضع خريطة طريق تؤدي إلى حل سياسي للأزمة السورية. كما اتفق وزراء خارجية الدول الخمس على بدء عودة اللاجئين السوريين طواعية إلى بلادهم وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية. جاء ذلك في اجتماع تشاوري عقد في العاصمة الأردنية عمان. وسط ترقب إقليمي وغربي لعودة سوريا إلى بيتها العربي بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 2011، عقدت في عمان مشاورات بين سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظراءه من الأردن والسعودية والعراق بحضور وزير الخارجية السوري. وزراء خارجية الدول الخمس بحثوا المبادرتين الأردنية والسعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية والتعامل مع قضايا اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية، وذلك بناء على المشاورات التي أجراها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن والعراق في اجتماعهما الذي عقد بجدة في 14 إبريل الماضي. اتفقنا على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة، وسننسق مع الدول التي كانت اتخذت القرار بتشكيل هذه اللجنة من أجل أن نبني على ما أنجز اليوم وأن نضع خريطة طريق للتقدم باتجاه التوصل لهذا الحل، كما قلت بما ينسجم مع هدفنا الواحد في التوصل لحل هذه الأزمة وفق منهجية خطوة مقابل خطوة. كما كشف وزير الخارجية الأردني
عن تشكيل آلية لبدء عودة اللاجئين السوريين طواعية إلى بلادهم وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي السورية. ركزنا على قضية اللاجئين واتفقنا على آليات للبدء بتنظيم عمليات للعودة الطوعية الآمنة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ركزنا على قضية إيصال المساعدات الإنسانية لكل مستحقيها من الشعب السوري الشقيق في جميع المناطق السورية. جاء اجتماع عمان التشاوري قبل نحو أسبوعين فقط على اجتماع القمة العربية المقرر انعقاده في 19 مايو الحالي، كما جاء اجتماع عمان بعد توصل السعودية إلى تقارب مع إيران الحليف الاستراتيجي لسوريا في المنطقة، وإعلان الرياض رسميا الحاجة إلى اتخاذ نهج جديد مع دمشق الخاضعة لعقوبات غربية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 540 جنديا أوكرانيا على جميع محاور القتال خلال آخر 24 ساعة. من جانبها أعلنت القوات الأوكرانية أنها تواصل بنجاح التصدي للهجمات الروسية على بخموت في شرق البلاد. في تطور ميداني للأوضاع في أوكرانيا، أعلنت مصادر عسكرية أوكرانية أن الهجمات المضادة لعبت دورا في طرد قوات روسية من بعض المواقع في مدينة بخموت شرقي البلاد. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية أصبحت معركة بخموت محورا للقتال في الحرب الروسية الأوكرانية نظرا لأهميتها وموقعها الاستراتيجي. رئيس مجموعة فاغنر الروسية أشار إلى أن مقاتليه يحتاجون إلى نحو 300 طن من قذائف المدفعية يوميا في الهجوم على بخموت، لكنهم يتلقون ثلث تلك الكمية فقط. ويرى مراقبون أن القوات الروسية حققت مكاسب متزايدة بشكل مطرد في بخموت، لكن متحدثا عسكريا أوكرانيا قال إنه لا يزال من الممكن تزويد القوات المدافعة عن المدينة بالطعام والذخيرة والأدوية. أوكرانيا أعلنت أن قوتها سدت أكثر من 36 هجوما للروس على قطاع من خط الجبهة الشرقي الذي يمتد من بخموت إلى مارينكا الواقعة إلى الغرب مباشرة من دونيسك. يأتي هذا فيما تستعد كييف لشن هجوم مضاد متوقع بشكل كبير لاستعادة مساحات واسعة من الأراضي في الشرق والجنوب. وزير الدفاع الأوكراني طالب بأن يتم تزويد قوات بلاده بالكامل بالمعدات العسكرية والقذائف والوقود وغيرها من الأسلحة، لافتا إلى أن المرحلة التحضيرية للهجوم المضاد قد وصلت إلى خط النهاية وستتخذ هيئة الأركان العامة الأوكرانية القرار النهائي بشأن مكان وزمان الهجوم المضاد. تظاهر مئات الآلاف في عيد العمال في شوارع فرنسا احتجاجا على ما يسمى بإصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظمت المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس وغيرها من المدن الرئيسية. يمثل الأول من مايو فرصة لتجديد المطالب بضمانات لحقوق العمال حول العالم، لكنه في فرنسا يتخذ بعدا آخر وفرصة للاحتجاج على تعديلات قانون التقاعد الحكومي. وإلى شوارع فرنسا نزل مئات الآلاف ضد رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ومع تصاعد حالة الغضب ضد تمرير القانون من دون طرحه على التصويت بالجمعية الوطنية، شهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة مع الشرطة. واشتبكت الشرطة مع مجموعات من المتظاهرين في باريس ومدن كبيرة أخرى، حيث رشق محتجون الشرطة بمقذوفات وأضرموا النار في دراجات بالشوارع والحقوا أضرارا بمحطات الحافلات. كما شهدت مدينة ليون اضطرابات مماثلة، حيث أضرم محتجون النار في مركبات وتضررت بعض مقار الشركات، ونشب حريق أمام مبنى للحكومة المحلية في مدينة نانت غربي فرنسا. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية إصابة أكثر من 100 عنصر من الشرطة في المواجهات، لكنها أوقفت نحو 300 من مثير الشغب. رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عبرت بدورها عن دعمها للشرطة واستنكرت مشاهد العنف على هامش مسيرات الأول من مايو التي وصفتها بغير المقبولة. وفي المقابل يرى الاتحاد العمالي العام أنه حقق النجاح بحشد الاحتجاجات.
إذ قال إن نحو 550 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس. إلى نهاية هذه النشرة بتذكير بالعناوين. خلال احتفالية عيد العمال، الرئيس السيسي يوجه بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة. منسق الحوار الوطني يعلن أن الجلسة الافتتاحية للحوار ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة. تجدد القتال في الخرطوم، والأمم المتحدة تحذر من احتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص حال استمرار المعارك. نهاية هذه النشرة والمزيد من الأخبار والتفاصيل في موقعنا على الإنترنت mail.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.